الى يعني توكيدها بالنظريه ورفعها الى مرتبه الحقيقه، ويكون السبق في ذلك للقران الكريم ليس للعلماء. فمثلا ناخذ قضيه خلق السماوات والارض التي يتحدث عنها القران الكريم في ست ايات. ست ايات محدوده تحكي لنا قصه الخلق والاثناء واعاده الخلق بالكامل. يقول ربنا تبارك وتعالى في سوره الواقعه: بسم الله الرحمن الرحيم، فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. القسم في القرآن الكريم يأتي من قبيل تنبيه المسلمين خاصة والناس عامة إلى أهمية الأمر المقسوم به، لأن الله تعالى غني عن القسم لعباده. ويعجب الإنسان لهذا القسم المغلظ بمواقع النجوم. النجوم من أعظم خلق الله في الكون. النجم عبارة عن كتلة من الغاز ملتهبة مشتعلة مضيئة بذاتها، تظل شعلتها لملايين السنين دون أن تنطفئ. فلماذا أقسم ربنا تبارك وتعالى بمواقع النجوم ولم يقسم بالنجوم ذاتها؟ الآن ندرك معنى في ذلك. البدوي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع هذا القسم فيقول: النجوم مواقعها عظيمة وتستحق أن يقسم بها، لأنه لا طاقة الإنسان أن يصل إليها. فالآن ندرك عمقا أكثر في هذا القسم. يعني المسافة بيننا وبين الشمس 150 مليون كيلومتر. أقرب نجم إلينا خارج المجموعة الشمسية يبعد عنا 4.2 أو 4.3 من السنة الضوئية، والسنة الضوئية 9.5 مليون كيلومتر. فالحقيقة نرى بعدا آخر، نرى أن الجزء المدرك من الكون وكله في سماء الدنيا يبلغ قطره 36,000 مليون سنة ضوئية. ندرك أن مجرتنا بها أكثر من 400,000 مليون نجم كشمسنا، وأن بالسماء من أمتد هذه المجرة أكثر من 200,000 مليون مجرة. فندرك عمقا في هذا القسم لم يكن يدركه السابقون. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا أقسم ربنا تبارك وتعالى بواقع النجوم ولم يقسم بالنجوم ذاتها على عظم شأنها؟ الجواب الذي أدركه العلماء منذ سنوات قليلة للغاية أن الإنسان من فوق سطح هذه الأرض لا يمكن أن يرى النجم على الإطلاق. فالشمس وهي أقرب نجم إلينا يبعد عنا 150 مليون كيلومترا، حينما ينبثق منها الضوء يصلون بعد 8 دقائق. والشمس تتحرك في مدارها بسرعة أعلى من ذلك بكثير. فتتحرك فنحن لا نرى الشمس، ولكن نرى موقعا مرت به الشمس. العلماء يقولون ان اقرب نجم يبعد علينا 4.3 سنة ضوئية، اذا اندفق منه الضوء يصلون بعد اكثر من 50 شهر يكون النجم قد تحرك من مكانه. ليس هذا فقط، بل هناك نجوم لا تزال تتراءى في صفحة السماء في ظلمة الليل، واثبت العلم انها قد انفجرت منذ الاف السنين ولا وجود لها. وهذا من رحمة الله تعالى بنا، لأن الإنسان لو نظر إلى النجم مباشرة لفقد بصره. فلمحة قرآنية مبهرة. أمال النجوم اللي بنشوفها دي ما هياش النجوم؟ مجرد مواقع. مواقع. مواقع مر بها النجم وترك ضوءه فيه يتحرك إليه. يعني ما نرى في السماء من نجوم دي مواقع. مواقع للنجوم. وليست نجوم. وليست نجوما. والإنسان لو نظر إلى النجم مباشرة لفقد بصره. سبحان الله. آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ليس هذا فقط. فالموقع يشير إلى المكان والزمان. فعظم الموقع يشير إلى قدم العمر. وفعلا أثبت العلم أن هذه النجوم قديمة جدا. المكان والزمان سنة من سنن الله التي تمسك بأطراف هذا الكون. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ولكن من سنن الله الجاذبية، والجاذبية تمسك بأطراف الكون، والجاذبية مرتبطة بالموقع وبالعمر وبالكتلة، المكان والزمان. فهذا القسم المبهر هو كان منطلق، او مواقع النجوم كانت منطلق معرفة الناس بكيف خلق الله هذا الكون. النجوم حينما نظر اليها العلماء وبدأوا يدرسوا مواقعها ويحددوا صفاتها الطبيعية والكمية، ادركوا ان من صفات كوننا انه كون دائم الاتساع. كيف ادركوا هذه الحقيقة؟ تجربة بسيطة اجريت في مطلع القرن العشرين. مصدر للضوء ينظر اليه في منشور زجاجي، يتحلل الضوء الابيض الى اطياف 7، الاحمر والبرتقالي والاصفر والاخضر والازرق والنيلي والبنفسجي. اذا كان مصدر الضوء يتحرك متباعدا عن المشاهد، تنحاز هذه الحزمه من اطياف الضوء الى اللون الاحمر. واذا كان يتحرك في اتجاه المشاهد، لو سمحت شوي انا عايز اركز مع سيادتك شويه، لان موضوع علمي ودقيق شويه. اذا حزمه الضوء الابيض اذا نظرنا اليها في منشور زجاجي تتحلل الى اطياف 7،
كل طيف له طول موجب. الأطياف دي في ومصدر الضوء ثابت تأتينا في حزمة متماثلة من 7 أطياف. إذا مصدر الضوء تحرك متباعدا عنا تنحاز الحزمة كلها اتجاه الطيف الأحمر اللي هو أقصر الأطياف. إذا كان يتحرك قربا إلينا تنحاز إلى الطيف البنفسجي اللي هو أطول الأطياف. ولذلك حينما رأوا ضوء النجوم ينحاز إلى الطيف الأحمر احتاروا، هل هذا يعني أن النجوم تتباعد عنا؟ وإذا كانت تتباعد أين دور الجاذبية؟ ودار جدل طويل خلال النصف الأول من القرن 20 حتى ثبت لعلمائنا أن الكون الذي نحيا فيه كون دائم الاتساع. حتى ثبت لعلمائنا أن الكون الذي نحيا فيه كون دائم الاتساع، ويصف الكون بأنه كون مستمر في الاتساع، وأن الذي يتباعد المجرات. المجرات تتباعد عن بعضها البعض بسرعات تقترب أحيانا من سرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية. ولذلك لا يستطيع الإنسان أن يحيط بأطراف هذا الجزء المدرك من الكون، لأن كل ما طور أجهزته اتسع الكون، كل ما طور الأجهزة يجد الكون قد اتسع أكثر. القرآن يصف لنا هذه الحقيقة بدقة بالغة. يقول رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وانظر إلى الصياغة المصدرية الراقية التي تشير إلى اتساع الآن كما تشير إلى شيء من استمرارية هذا الاتساع. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هذا الاتساع دفع بالعلماء إلى القول الصحيح بأننا إذا عدنا بهذا الاتساع إلى الوراء مع الزمن فلابد أن تلتقي مادة الكون المنظور في جرم واحد. هذا الجرم لابد أن تكون له كثافة عالية للغاية تجعله في حالة حرجة. ينفجر هذا الجرم، يتحول إلى غلالة من الدخان، يخلق من هذا الدخان الأرض وباقي أجرام السماء. يعني عملية جديدة تانية؟ لا، هي العملية الأولى. الأولى الأولى، يعني قالوا الكون يتسع الآن، فإذا رجعنا بهذا الاتساع إلى الوراء يعني لو حاولنا نعرف البداية يعني. البداية نعم. أيوة. فإنه يلتم على ذاته في جرم واحد. هذا الجرم له كثافة عالية تجعله في حالة حرجة، ينفجر، يتحول إلى غلالة من الدخان، يخلق منها دوامات تجمع كم من المادة والطاقة على هيئة أجرام السماء المختلفة. هذه أكثر النظريات قبولا الآن عن نشأة الكون، تسمى نظرية الانفجار العظيم. ومما يدعمها اتساع الكون الآن، ومما يدعمها درجة حرارة ثابتة على أطراف الجزء المدرك من الكون. القرآن يصف هذه الحقيقة بقول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. والرتق في اللغة عكس الفتق. الرتق هو الجمع واللم والتكديس، وهي عملية الرجوع بالاتساع إلى الوراء مع الزمن. والفتق هو الانفجار والانتشار والانتفار. هذه النظرية التي لا يستطيع العلم التجريبي أن يصعد بها إلى مرحلة الحقيقة تبقى عند حد النظرية، ولكن ورودها في كتاب الله قبل 1400 سنة يعطي هذا السبق للقرآن الكريم، ويعطي هذه النظرية قوة على أنها هي الحقيقة التي بدأ بها هذا الكون. أن كوننا قد بدأ بجرم واحد، انفجر هذا الجرم، تحول إلى غلالة من الدخان. العلماء التجريبيون يقولون غلالة من التراب، والقرآن يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان. والتجربة تؤكد على أن جرما عالي الكثافة إذا انفجر فلا بد أن يتحول إلى غلالة من الدخان. والتعريف العلمي للدخان: جسم أغلبه غاز، به بعض الجسيمات الصلبة، له شيء من السواد أو الدكنة، وله شيء من الحرارة. القرآن يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وهنا يتبرر السؤال: هل الأرض والسماوات قادرة على النطق وتجيب الحق تبارك وتعالى أتينا طائعين، أم أن هذا رمزية مجازية؟ على أي حال، علماء الفلك يقولون أن الذي يتحكم في سلوك الجرم السماوي هو كتلة المادة والطاقة المتجمعة فيه. فالذي يجعل الأرض كوكبا باردا له غلاف غازي وله غلاف مائي وصالح للحياة الكتلة. الذي يجعل القمر تابعا صغيرا ليس له غلاف غازي وليس له غلاف مائي وغير صالح للحياة الكتلة. الذي يجعل الشمس نجما متوهجا مضيئا بذاته الكتلة. الكتلة بمعنى ايه يا دكتور؟ وزن المادة. وزن المادة. فأقول ان السؤال الذي يطرح نفسه
يعني من الذي قدر تلك الكتل؟ فلعله الرب على فقال لها وللأرض إثيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، مع تسليمنا بأن القرآن الكريم يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقون تسبيحه. قد يكون رب سماوات الأرض رب حقيقي لا نفهمه. القرآن يقول أن الانفجار العظيم هذا تحول إلى غلالة من الدخان، فقدر الله تعالى منه كافة أجرام السماء، وما بقي من دخان يملأ المسافات بين هذه الأجرام، ونرى نجوما تتخلق أمام أنظارنا في هذه الأيام، تتخلق من غلالة من الدخان تماما كما بدأ الخلق الأول. العلماء التجريبيون يقولون أن عملية اتساع الكون هكذا إلى الخارج لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية،